حركة خجينا للأعراس من عدن، إن كنا فتيمون أبي كان معنا أدموت باروت، ساروا البيت قلعوا الباب والكاسف كبرها يا على الشلحان ما تبيعوا ذهب زي لانو كان معنا بحيم شلوشة بحيم ذهب ما تبيعوا ذهب أربعة بحيم ما تبيعوا قروشين قروشين قروش بحركة بعدها باهو جو وكسروا الباب شلوا الكل وأبي كان رقد في صنعاء ما جاش البيت توف بعدها أختي ودوتش اللي بزي صاروا يقولوا له إن جنبوا الكسف سرقوا البيت سرقوا الكسف بهو عسى هلخ للعامل صار للعامل يطبع لهم مشبات بهم وإحنا جلسنا حركة جينا هاي نصريخهم لهم صريخهم لابو كبر لأرض أبال بشويل ششلوا لنا الكسف جلسنا أربع سنين في صنعاء واحد كان عشير جلسنا في بيته حبشول وحركة بعدها جلسنا ورأى شيء تكفى بهذا قال لي يا سليمان جي نشل الرخوش حقك وحقي نسيم في أونية ونصال الأعراس ونقسم طب وابينا تلو عود اسرم قروش وكاخ عبيك ما شو أمرين بصوف جينا للأعراس عاتشها قعنوا لعادن وصلنا لعادن كفر الأولين دخلوا شنة 58 9 وزي احنا جينا قدي 52 جينا للأعراس جينا للمعبرة بأوهاليم بسرقنا وصلنا لستاتوفا شلونا بيتشان بأوهاليم بحرقاخ جينا سوى قالوا يا جيش جيشم عمون بزي لكحوتانو وسامو ضرحونا في زرنوقة بصريفين وزيو وابي المنصورة زي اللي كان معانا لزي وصل للأعراس دور ايفو الأونية ايفو زي ولا شم دبر قالوا ان هي تبعه الأونية تبعه زيو